سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي ورسول فريد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أتباع الحبيب القريب وعمنا معهم برحمتك يا قريب يا مجيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب يسر وأعني يا كريم. إخواني وأخواتي متابعي فضائية القدس التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن ألتقي بحضراتكم عبر هذه الفضائية في برنامجكم فضائل المسجد الأقصى المبارك، وما يزال الحديث مفتوح في تلك الفضائل أيها الأحبة. من فضائل المسجد الأقصى المبارك سلمكم الله أن المعجزات والآيات وقعت على أرض فلسطين التي فيها المسجد الأقصى. من بركة هذا المكان أن كثير من المعجزات والآيات والأحداث العظمى والكبرى وقعت على هذه الأرض المباركة المطهرة المقدسة. نعم أيها الأحبة، وأذكر لكم أمثلة على ذلك. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى بولده البكر إسماعيل صلى الله عليه وسلم على هذه الأرض المباركة، وكان عمر سيدنا إبراهيم 86 عام. قال الله تعالى عن سيدنا إبراهيم: وقال إني ذاهب إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. بعد 13 سنة رزقه الله بالولد الثاني من سارة. الولد الأول كان من هاجر وكان عمره 86 عام. بعد 13 عام تقريبا رزق ربنا سبحانه وتعالى بإسحاق من سارة. وانظر إلى الظروف الصعبة التي كانت تحيط بسيدنا إبراهيم عليه السلام: شيخ كبير، زوجة عجوز، عاقر، بلغ من الكبر عتية قريب من 100 عام. ثم أعطاه الله إسحاق على هذه الأرض المباركة، والذي بشره بهذه البشرى ملائكة كرام بررة من خيرة الملائكة. سيدنا جبريل عليه السلام أمين وحي السماء وسفير الأنبياء، إسرافيل عليه الصلاة والسلام الذي ينفخ في الصور، وسيدنا ميكائيل الموكل بالقطن والنبات، وكانوا في طريقهم لإهلاك قوم لوط عافانا الله وإياكم. فبشروه هذه البشرى، فحتى سيدنا إبراهيم عليه السلام تفاجأ، وربنا سجل هذا في القرآن الكريم، فقال: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. حتى ربنا سجل ردة فعل السيدة سارة عليها السلام لما بشرت بإسحاق. قال الله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، إنه حميد مجيد. فانظر هذه الآيات وقعت على هذه الأرض المباركة. كذلك أيها الأحبة، من الآيات والمعجزات التي وقعت على هذه الأرض المباركة آية ومعجزة مشتركة بين سيدنا يعقوب ويوسف عليهما السلام،
وتتمثل في أمرين. الأمر الأول إنه سيدنا يعقوب كان في فلسطين وأبناؤه خرجوا إلى مصر، كانوا في مصر، فلما عادوا من مصر جهزوا حالهم للخروج من مصر، اشتم سيدنا يعقوب وهو في فلسطين ريح سيدنا يوسف وهو في مصر، يعني شم الريحة من مسيرة آلاف الأميال، هذه معجزة عظيمة وكبيرة وخطيرة. والثانية كانت القميص فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، وربنا سجل هذا في القرآن الكريم، قال سبحانه: ولما فصلت العير قال أبوهم، يعني يعقوب عليه السلام واسمه كمان إسرائيل، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. بعضهم قال يعني في حبك القديم ليوسف. فلما أن جاء البشير ألقاه عليه فارتد بصيرا. فلما أن جاء البشير فألقاه على وجهه ارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون. وكذلك أيها الأحبة، من الآيات المعجزات التي وقعت على هذه الأرض المباركة، سيدنا زكريا عندما رزق بيحيى، رزق بيحيى بعدما بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبة وكانت امرأته عاقرة، فأعطاه الله تعالى يحيى سيدا وحفورا. قال الله تعالى: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نعم أيها الأحبة، هذا من المعجزات التي وقعت على هذه الأرض المباركة. وكذلك من المعجزات التي وقعت على هذه الأرض المباركة أم سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، كان يدخل عليه سيدنا زكريا فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كذلك من المعجزات الآيات التي وقعت في هذه الأرض المباركة ميلاد عيسى صلى الله عليه وسلم من غير أب، من غير أب، وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله تعالى
وكذلك نزول المائدة من السماء في زمن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم وبدعائه في هذه الأرض المباركة، في هذه الأرض المباركة، وكلامه في المهد وقع في هذه الأرض المباركة، يعني معجزات عظيمة وكثيرة وكبيرة وقعت على هذه الأرض المباركة. عيسى صلى الله عليه وسلم ميلاده كان آية من آيات الله، من أم من غير أب. وقد خلق الله الخلق على أربعة أصناف، خلق الخلق من أب وأم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية خلق خلقا من أم بدون أب كعيسى صلى الله عليه وسلم، وخلق خلقا من أب بدون أم كحواء، وخلق خلقا من غير أب ولا أم زي سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم وغيره من خلق الله، ليبين لك طلاقة القدرة الإلهية. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفق الشلال، من ينشر الصباح ويملأ البطاح برزقه الحلال، ذاك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، من ذا الذي أنبتها إنه هو الله، إنه هو الله. وقد سجل الله عز وجل هذا الميلاد المبارك، ميلاد السيد المسيح صلى الله عليه وسلم، في القرآن الكريم في سورة مريم. فهذه الآيات، هذه المعجزات وغيرها الكثير وقعت على هذه الأرض المباركة. ونكمل الحديث أيها الأحبة عن هذه الآيات وهذه المعجزات في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، ونختم كعادتنا بالدعاء. اللهم يا أرحم الراحمين ويا خير الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا. اللهم تقبل أعمالنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم زك نفوسنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل والبخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان الله يحفظكم، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم. لا تنسوا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.